مرحبا بالجميع، اهلا بكم في إيف كرييتيفز. اليوم سوف نسافر الى عطارد، احد كواكب المجموعة الشمسية. عطارد هو كوكب في مجموعتنا الشمسية، وهو اصغر الكواكب الثمانية، وهو ايضا اقرب الكواكب الى الشمس. يدور عطارد حول الشمس باسرع ما يمكن بين جميع الكواكب، ولا يوجد لكوكب عطارد أقمار. كان الرومان يعتقدون أن الآلهة والإلهات هم المسؤولون عن كل شيء على الأرض، وقد سمي عطارد على اسم الرسول الذي أرسله الرومان إلى آلهتهم. وكان عطارد الروماني يرتدي أجنحة على خوذته وحذائه، وكان بإمكانه السفر بسرعة كبيرة من مكان إلى آخر، ويتحرك كوكب عطارد بسرعة حول الشمس، ومن هنا جاء اسمه عطارد، أكبر قليلا من قمر الأرض، وهو مصنوع من مواد أثقل مثل الحديد. ولكن إذا كان بإمكانك وزن عطارد والقمر، فإن عطارد سيكون أثقل بكثير. عطارد ثقيل لكنه صغير، سيستغرق الأمر أكثر من 18 عطارد ليكون بحجم الأرض. يبدو سطح عطارد مثل قمر الأرض، فهو مغطى بالثقوب، وتسمى هذه الثقوب بالحفر الاصطدامية، وقد تكونت هذه الحفر نتيجة سقوط الصخور من الفضاء، وتتحرك الصخور بسرعة كبيرة عندما تصطدم بعطارد، ويتكون ثقب في المكان الذي تصطدم فيه الصخور، وتحيط بالأرض بطانية من الهواء على عكس عطارد، وهذه البطانية هي التي تساعد في منع الأرض من أن تصبح شديدة الحرارة أو شديدة البرودة. ولأن عطارد قريب جدا من الشمس، فقد يكون شديد الحرارة، وفي الليل يصبح عطارد شديد البرودة، ولا يمكننا العيش على عطارد. على جانبه المشمس، يمكن أن تصل درجة حرارة عطارد إلى 800 درجة فهرنهايت، لكن عطارد ليس الكوكب الأكثر سخونة في النظام الشمسي. على جانبه المظلم، يصبح عطارد بارداً جداً لأنه لا يحتوي تقريباً على غلاف جوي يحتفظ بالحرارة ويحافظ على سطحه دافئاً. يمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى 300 درجة فهرنهايت تحت الصفر. لا يصل ضوء الشمس أبداً إلى قيعان بعض الحفر بالقرب من أقطاب عطارد. قد يعني هذا أن الجليد قد يكون موجوداً داخل تلك الحفر، لأنها تظل باردة دائماً. عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس. يدور عطارد حول الشمس مرة كل 88 يوماً أرضياً. يستمر اليوم على عطارد لفترة أطول بكثير من اليوم على الأرض. يستمر اليوم الواحد على عطارد لمدة 59 يوماً أرضياً. من الصعب دراسة كوكب عطارد لأنه قريب جدا من الشمس. لم يذهب الناس إلى عطارد أبدا. لقد ذهبت مركبات فضائية بدون بشر. كانت مارينر 10 أول من زار عطارد. حلقت بالقرب منه في عامي 1974 و1975. لم يتم رؤية حتى نصف عطارد في ذلك الوقت. بعد ذلك، لم يتم إرسال أي شيء إلى عطارد لأكثر من 30 عاماً. حلقت مركبة الفضاء ماسنجر التابعة لوكالة ناسا بالقرب من عطارد في عامي 2008 و2009. وفي مارس 2011، بدأت المركبة في الدوران حول عطارد. وستقوم ماسنجر بدراسة أجزاء من عطارد لم يسبق رؤيتها من قبل، وستتيح للعلماء تعلم العديد من الأشياء الجديدة عن الكوكب. ترقبوا المزيد من إيف كرييتيفز، وسنعود قريبا مع استكشاف الفضاء الفلكي
شكراً مرة أخرى لمشاهدتكم في كرياتيفز.